جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة خطيرة تقدر تبدأ بفعل بسيط كاستدراج الضحية أو نقلها بمحض إرادتها أو تنقيلها ضد إرادتها، ويقدر يبدأ بإيواءها أو استقبالها أو حتى الوساطة في هذه الأفعال. وغالبا ما كيتخذوا الجنات وسائل عديدة كتكون يا إما التهديد بالعنف أو استعمال القوة أو مختلف أشكال القسر والإكراه، ويمكن يكون أيضا بالاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو حتى النفوذ أو استغلال حالة الضعف والحاجة وهشاشة الضحية. ممكن الجناة يقوم أيضا بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا أو منافع للحصول على موافقة شخص قريب من الضحية بهدف السيطرة عليها واستغلالها. بالنسبة للأطفال اللي كتقل سنهم على 18 سنة، فالمشرع المغربي ما اشترطش أي وسيلة بمجرد ما يكون هناك استغلال لهذا الطفل. هذا الاستغلال يقدر يكون على شكل استغلال جنسي أو شكل من أشكال الدعارة أو استغلال عن طريق إنتاج مواد إباحية، سواء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق التواصل والاتصال المعلوماتي. يمكن الاستغلال ياخذ صورة أخرى كالعمل القسري اللي هو واحد العمل كيفوق الطاقة البدنية والذهنية ديال الضحية، أو يكون في صورة السخرة، تسول، سرقاق أو بعض الممارسات شبيهة بالرق. أكثر من ذلك يقدر يوصل الاستغلال نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية وبيعها، أو أيضا استغلال الأشخاص في جرائم أو في نزاعات مسلحة. والاستغلال يقدر يكون بإجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأشخاص وهم أحياء. هذا الاستغلال ما يمكنناش نعتبره استغلال من الناحية القانونية إلا إذا كان فيه سلب إرادة الضحية وحرمانها من تغيير الوضع اللي كتتواجد عليه ولو تأخذ مقابل مادي. مجرد غياب الحرية والحرمان من تغيير الوضع كنكون أمام جريمة الاتجار بالبشر. والقانون 2714 عرف السخرة على أنها جميع الأعمال أو الخدمات اللي كتفرض قسرا على أي شخص تحت تهديد ولم يكن هذا الشخص تطوع لأدائها بمحض إرادته. وأيضا ما يمكنش لنا نعتبره بمفهوم هذا القانون الأعمال المفروضة لأداء خدمة عسكرية إلزامية أو نتيجة إدانة قضائية أو أي خدمة فرضتها حالات الطوارئ على أنها استغلال. والخطورة هذه الجريمة المشرع المغربي جعل وصفها جناية وكيعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 1 مليون إلى 50 مليون سنتيم. والقانون شدد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة إذا كانوا من أقارب الضحية أو تمارسات على شخص قاصر من طرف المكلف برعايته أو تحت تعذيب أو ظروف وحالات أخرى، حيث تقدر توصل عقوبتها إلى السجن المؤبد ومليار سنتيم كغرامة مالية. جريمة الاتجار بالبشر تقدر تاخذ صورة ديال جريمة دولية أي عابرة للحدود، كيف ما يمكن لها تجسد في صورة الجريمة داخل حدود المملكة. فبشاعة هذه الجرائم كتخلينا نضافروا الجهود ديالنا ونفضحوا ممارسات الجنات ونوعيوا بالخطورة ديال هذه الأفعال. يكفي فقط اليقظة وتوخي الحذر والتبليغ عليها بمجرد تظهر لنا بعض مؤشرات استغلال الأشخاص أو استغلالنا في حالة كنا نحن الضحية. اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه تدعوكم لضرورة توخي الحذر وعدم التردد في التبليغ مجرد الاشتباه بمؤشرات قيام الجريمة.